أشرقت الشمس وأرسلت أشعتها الذهبية في يوم مختلف عن غيره في منطقة وادي رم جنوب الأردن التي استضافت رمالها الدافئة عشرات المتسابقين من مختلف دول العالم، جاءوا للمشاركة في الماراثون الدولي بنسخته الثالثة. احنا الآن في أجواء جميلة جدا، أجواء هذا اليوم في منطقة الديسي وادي رم. احنا اليوم في انطلاق سباق ماراثون رم الدولي الثالث بمشاركة عربية وأجنبية في هذه الأجواء الطيبة على مسار الرمال الجميلة في أردننا الحبيب. طبيعة المسار شكلت تحديا كبيرا أمام المتسابقين، فغاصت أقدامهم في رمال وادي القمر ليرتفع منسوب المنافسة ومعه ازدادت صعوبة السباق، لكن المتسابقين أكدوا أن تلك الصعوبات زادت من جمالية السباق الصحراوي. بشكل عام كان السباق منظم، المحل كتير حلو يعني لحدا بده يركض هالمسافة الطويلة، لأنه طول الطريق في مناظر طبيعية وفي جو كتير حلو كان كمان، يعني كان تحدي مش سهل لأنه طبيعة التضاريس وطلعات ونزلات والرمل يعني ما كان إشي سهل، بس كتير الشعور حلو يعني. السباق كان رائع، لكن في رمال في تغرق الأرجل، الحمد لله ما في منافسة قوية، تمني تكون منافسة قوية، لكن الحمد لله هذا من جهة التدريب، ونوجه شكر الكابتن خليل البريقي اللي سهر على منافسة يعني مشرف علي، الحمد لله وجه يعني شكر كمان محمد السويط اللي وجه لي دعوة المشاركة. سباق أول مرة طبعا بالرمل، طريق جديدة 42 كيلو فيها صعوبة بالرمل، مش طريق سهلة، طريق فيها مناظر حلوة ولكن فيها صعوبة، كان في منافسة صعبة مع لاعب بريطاني ولاعب أمريكي، الحمد لله قدرت من خلال خبرتي بسباقات الماراثونات أني أتغلب عليهم وأحقق المركز الأول. السباق الذي تفرع للعديد من السباقات حسب الفئات المختلفة، تعددت معها الألقاب والكؤوس، شهد تتويج الأردني عون الرجبي بسباق 84 كيلو مترا تاركا المركز الثاني للمصري محمود دهيس. وعلى صعيد السيدات توجت العداءة الأردنية دانا القريوتي بالمركز الأول عن ذات المسافة، بينما توج عطية سلامة بلقب الماراثون. محمد الجبور، بي إن سبورتس، من منطقة وادي رم.